أن الله يتكلم. فقال عبد الله بن سعيد: نعم الله يتكلم. قالوا له: إذا تكلم هل يتكلم ومعه شفتين، معه شفتان ولسان ومعه حنجرة، ولا كيف سيتكلم؟ فأراد أن يفر من هذا الإلزام، ما استطاع أن يجيب، فقال: يتكلم كلاماً نفسياً. من هنا جاءت هذه البدعة، ألزموه بأمر كان عليه ألا يلتزم به. لماذا؟ لأن أمور الصفات وما يتعلق بالغيب لا يقاس. كان المفروض ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: أنا لا ألتزم بهذا، كما قال أهل السنة لا ألتزم بهذا، لأن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، والله غيب، ولا نعرف كيفية الصفات، ولا نثبت إلا ما أثبت لنفسه، فلا نقول هناك شفتان وهناك لسان وحنجرة، هذا كلام غير صحيح. بل قد يتكلم المخلوق، قد يتكلم وما عنده لسان. ما رأيكم في هذا؟ هل يتكلم المخلوق وما عنده لسان؟ هل تعرفون مخلوقا يتكلم بغير لسان وشفتين؟ حصل هذا ولا ما حصل؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: كنت أعرف حجرا أمر به فيرد علي السلام ويسلم علي. حجر يسلم، يعني ايش؟ يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم. وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن حجرا يسلم عليه. طيب الحجر عنده لسان؟ ما عنده لسان. إذن إذا كان في المخلوقات وتتكلم وما عندها لسان، فكيف تقيسون المخلوقات على الخالق؟ فألزم ابن كلاب فالتزم. والله عز وجل لما أمر السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيش؟ طائعين. شوف، قالتا، إذا تكلمت ولا ما تكلمت؟ هل للسماوات والأرض لسان؟ لا يوجد لسان ولا حنجرة ولا شفتين، هذا في المخلوقات. ولهذا قلت لكم كما في الدرس الذي مضى: جيء بالموت على هيئة إيش؟ كبش، حتى تعرفوا أن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. أمر الغيب تقف فيه، تقول هذا غيب، لا نخوض في الكيفية، وإنما نقف حيث أوقفنا الله، ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سميا؟ إذن نقف على النص. فهذا قال لهم: إذن هو كلام النفس. فالتزم الأشاعرة بقول ابن كلاب. لماذا؟ لأن أبو الحسن الأشعري صار على مذهبه، لكنه تاب بعد ذلك وألف كتبا. نعم بقيت بعض الأمور والشوائب، لكن الرجل في الجملة تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وحسنت توبته رحمه الله وغفر الله له. هذه هي عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالكلام، ويتعلق كذلك بهذه الصفة، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن نكتفي بهذا. قال بعد ذلك: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. انتقل إلى ما يتعلق بالصفات، يريد أن يقول: ما أثبته الله لنفسه نثبته، ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك نثبته. لماذا؟ لأن هذا هو الواجب، أن نثبت ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالله له صفات وله نعوت، ولهذا المشركين ماذا يصنعون؟ يصفون الله بصفات النقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد مر معنا في الدرس أن المشركين ماذا يقولون؟ الملائكة بنات الله، أليس هذا قولهم؟ ويجعلون لله البنات. هذه من صفات النقص، ورد الله عليهم وجعل هذا القول منكرا وعظيما. لهذا الله يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هذا الصفات ما يتعلق بصفات النقص، لكن هو هل يتصف بصفات الكمال؟ الجواب نعم. وهذه هي الآية من الأدلة،
عما يصفون من صفات النفس، لكنه سبحانه متصف بصفات الكمال. ولهذا ذلك الصحابي الذي كان يصلي لأصحابه إماما كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص، كلما قرأ شيئا ختم صلاته بالإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. فقالوا له لما تصنع هذا، لما تختم بنا دائما بهذه السورة؟ قال إن أردتم وإلا تركتكم، يعني لا أصلي بكم إماما سأفعل هذا. فاشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لما يصنع هذا، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن. إذن سماها ماذا؟ صفة الرحمن. وفي رواية قال أحبها، فقال أحبك الله، وفي رواية أدخلك حبها الجنة. إذن الشاهد، وهي رواية صحيحة في الصحيح، أنه وصف ذلك بصفة الرحمن، لأن فيها صفات. قل هو الله، إذن اسم الله وهو المألوف المعبود. قل هو الله أحد، اسم الأحد من أسمائه. الله الصمد، أيضا اسم من أسمائه، لم يلد ولم يولد، لا كما قال المشركون واليهود والنصارى أن له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف هنا رحمه الله؟ قال وكلمات الله وقدرة الله ونحته وصفاته. الصفة يجوز إطلاقها وإضافتها، تقول صفات الله، والصفات كثيرة، وما من اسم إلا ويشتق منه صفة. وأسماء الله عز وجل التي فيها أجر وثواب لمن حفظها وعمل بها، هي كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه بالنسبة للثواب والأجر المترتب على هذه الأسماء إذا حفظتها وعملت فيها. أما أسماء الله لا تعد ولا تحصى، كثيرة صفاته وأسماؤه لا تعد ولا تحصى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع في الدعاء المشهور عندما قال أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هناك أسماء كثيرة قد لا نعلمها، ولهذا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة ويريد أن يشفع يوم القيامة قال فيفتح الله علي من محامده، يعني الله يعلمه أسماء ويعلمه صفات ما كان يعرفها، فيثني على الله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الأسماء حتى يأذن له بالشفاعة، فيسجد تحت العرش فيقول له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، ثم يشفع لأمته ويقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. إذن أسماء الله لا تعد ولا تحصى وهي كثيرة، وهذه الأسماء منها ما عرفناه في كتاب الله وفي السنة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ما عرفناها. قال كلمات الله، ما معنى كلمات الله؟ هناك كلمات الله التي هي الكلمات الشرعية، فالقرآن من كلمات الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه أدعية. طيب انظر هنا أعوذ بكلمات، الاستعاذة أليست عبادة؟ والعبادة لا تكون إلا لله، فهنا استعاذ بكلمات الله التي هي صفة من صفات الله، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. هذا الحديث استدل به الأئمة من أهل السنة على أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته. لماذا؟ لأنه لو كان مخلوقاً كيف يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ شرك، لا يجوز أن تستعيذ بالمخلوق، اللجوء إلى الله فقط، تلجأ إلى الله، أعوذ بالله أي ألجأ إليك يا الله وأستعيذ بك، ولا تلجأ تستعيذ بالمخلوقين. فلهذا قال الإمام أحمد في هذا الحديث واستدل به على أن القرآن كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله فهي صفة من صفاته، ولو كان مخلوقا لما استعاذ به. قال دائمات أزليات، المقصود بقوله هنا أزليات، معروف أن كلام الله عز وجل عند أهل السنة
له اعتباران. باعتبار الأصل هو قد تكلم به على الحقيقة، فالصوت الذي تكلم به الصوت المعين ككلامه مع آدم وككلامه مع جبريل، هذا الصوت يوصف بأنه حادث، فلهذا أهل السنة يقولون باعتبار أصله أي القرآن هو صفة فعلية وهو صفة ذاتية، هكذا يصفون كلام الله، يقولون صفة فعلية وصفة ذاتية. ذاتية من حيث أنها لا تنفك عن ذات الله، صفة تكلم الله عز وجل في القرآن، وصفة فعلية من حيث الفعل كآحاد، آحاد الكلام. فيوم القيامة مثلا أليس الله سيتكلم مع أهل الجنة؟ سيقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون لبيك وسعديك في الخير والخير بيديك، ما لنا ألا نرضى يا رب. فيقول إني يعني أحل عليكم رضاي. هذا الكلام سيكون يوم القيامة، وسيخاطب آدم يوم القيامة، وسيخاطب جبريل يوم القيامة أيضا، كل هذا يوم القيامة. هذا الكلام باعتبار الآحاد فهو صفة فعلية، وباعتبار أنها صفة ذاتية أي قد تكلم الله عز وجل لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى أي الكلام، فهو متكلم. لهذا قال دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. هنا كلامه عن صفات الله عموما. البشر صفاتهم تزيد، تجده كان صغيرا ثم يكبر ثم يصير شابا قويا ثم يضعف فيصير شيخا كبيرا، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للمخلوقين. أما الله عز وجل صفاته في الكمال، لا يأتي وقت فيزيد في الكمال، هو سبحانه من قبل ذلك ومن بعد ذلك هو في كمال في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان سبحانه، وصفاته كلها كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ولا يقال أنه في فترة من الفترات زاد كمالا، لا يقال هذا في ربنا، لا يقال هذا في ربنا عز وجل. لهذا قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، لا يقال هكذا أنه كان ناقصا فزاد. هذا بالنسبة للمخلوقين، نعم المخلوق يكون ضعيفا ثم يصير قويا ثم يعود إلى شيخوخته فيصير كبيرا يعني هرما، فهذا بالنسبة للمخلوق. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، يعني ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوقين، وقصرت عنه فطر الواصفين. مهما أردت أن تصف وأن تتفكر لن تبلغ إلى معرفة صفات الله، لهذا أغلق هذا الباب أن تتكلم فيه أو تفكر في صفات الله من حيث الكيفية. لهذا لما دخل رجل على الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عن ماذا يسأله؟ عن الكيفية. يقول له كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك عليه رحمة الله، قال له الكيف مجهول والاستواء معلوم، يعني معروف في لغة العرب كلنا نعرفه ما معنى استوى، بمعنى ارتفع، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. في بعض الروايات أمر الطلاب بإخراجه، أخرجوه من الحلقة، لأن في ذاك الوقت كان لا يسأل مثل هذه الأسئلة إلا أهل البدع، فعرف مالك رحمه الله أن هذا الرجل من أهل البدع فأمر بطرده، لأنه سأل عن الكيف والكيف مجهول والسؤال عنه لا يجوز لأنه غيب، لا يجوز لك أن تخوض في الغيب. فلما كان الأمر كذلك والله يقول ولا يحيطون به علما، لا يجوز لك أن تخوض في هذا الأمر، إنما تؤمن بالمعنى وتؤمن بأن لها حقيقة، صفات حقيقية تليق بكماله وعظمته، وليست هي مجاز كما يقول أهل البدع. ثم ذكر أنه قريب بالإجابة عند السؤال، كما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل، بائن من خلقه، يعني ليس من خلقه، ليس شيء من خلقه في ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه، بائن من خلقه، ارتفع وعلى، فخلقه بان أو صار بائناً عنه، بمعنى أنه لا يختلط بخلقه ولا خلقه يختلطون به.
الذي يقول الله في كل مكان هذا قول كفر. كيف تقول الله في كل مكان؟ الله مختلط بالمخلوقات، اتحد مع المخلوقات وصار